جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ العقل وتحريم كل ما يؤدي إلى إفساده أو ضياعه، ومنه الخمر. فالخمر نص القرآن الكريم على تحريمها، وكما قال أهل العلم أن الخمر هي كل عصير غلى وقدها بالزبد وأصبح يؤثر على الإنسان في عقله مع نشوة وطرب، مع نشوة وطرب، هذا هو الخمر، وهو محرم بنص القرآن الكريم. وقد لا يخفى على شريف علمكم أنه تدرج التحريم على 3 درجات، نظرا لأن المجتمع في الجاهلية كانوا يشربون الخمر كما يشربون الماء. فالله سبحانه وتعالى يعرف النفوس، فجاء التحريم على درجات 3. الدرجة الأولى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والإنسان العاقل لما يوازن بين المصالح والمفاسد يرى أن المفاسد زائدة وطاغية، وما دام مفاسدها أكثر فالإنسان يجتنب هذا الخمر. ثم جاءت الآية الكريمة: يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والإنسان يعرف أن هناك فرائض متقاربة، الظهر مع العصر والعصر مع المغرب والمغرب بعدها العشاء، فأصبح هذه الأوقات لا يستطيع الإنسان أن يشرب الخمر لأنها قد تؤثر على صلاته، فأصبح الوقت حينئذ ضيقا، ليس عندهم لما بعد العشاء وهم قوم ينامون مبكرا أو في النهار وهم يعملون ويكدحون. ثم جاء التحريم الواضح الصريح بنص القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا أمر واضح صريح، أمر من رب العالمين للمسلمين جميعا باجتناب الخمر والابتعاد عنها وعدم قربانها. بل جاء في الحديث: لعن الرسول صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، منها الساقي والمسقي إليه وعاصرها ومعتصرها ومن يعني 10 كلهم العنون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن اللعن هو الطرد عن رحمة الله تعالى، ولا يطرد من رحمة الله إلا والعياذ بالله محروم، نسأل الله السلامة والعافية. أما المخدرات فهي أشد فتكا من الخمر والمسكرات، حتى عقلاء العالم في الدول الغربية والشرقية وجميع دول العالم، حتى بعض الدول التي تستبيح الخمر إذا جاءت المخدرات تمنع المخدرات منعا باتا وتحاربها محاربة صريحة وواضحة، علما أنه ما عندهم دين يمنعهم ولا عندهم يعني دين يعني يقف أمام هذه المغرية، لكن عندهم عقول يميزون الصالح من الفاسد، يميزون ما ينفعهم ويميزون ما يضرهم. ولذلك أجمع عقلاء العالم على جميع مختلف مذاهبهم وأديانهم وأعرافهم ودولهم، أجمعوا إجماعا لا مثيل له ولا نظير على محاربة المخدرات وعلى تحريمها وعدم السماح بها وعلى محاربة كل من يسعى إلى نشرها.